فلاش الكان على انفاس بريس، اهلا بكم. اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم امس اقالة المدرب البرتغالي روي فيتوريا من تدريبات منتخب الفراعنة بعد النتائج السلبية تحت قيادة البرتغالي في كأس امم افريقيا. اهدى اسطورة كرة القدم الايفوارية ديدييه دروغبا فوز منتخب بلاده وتأهله الى نصف النهائي البطولة الافريقية الى اسود الاطلس والمغاربة. ونشر دروغبا مقطع فيديو مباشر عبر حسابه على الانستغرام وقال: شكرا للمغرب، بفضلكم تأهلنا، نحن بقلوبنا معكم، هذه المباراة هي لكم، شكرا للمغرب وتحيا الكوت ديفوار. على الرغم من إقصاء منتخب غينيا من دور ربع النهائي من البطولة القارية، إلا أن الجماهير في العاصمة كوناكري خرجت بالآلاف لاستقبال الفريق الذي وصل يوم أمس. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.